زمان كنا بنسمع عن ستات بتلبس النقاب مش تدين، لا بتخبي مشكلة في وشها، حرق مثلا أو تشوه، بتستخبى فيه من نظرات الناس. منا بطل القصة حقيقية النهاردة، ادت لنا طريقة جديدة نستخبى بيها، والطريقة دي هي الكمامة. الكمامة اللي كلنا بقينا بنلبسها من بعد الكورونا عشان نحمي نفسنا، بس بنلبسها فترة معينة واحنا بره وخلاص. لكن منا بقيت بتلبسها طول الوقت ليل ونهار عشان ما حدش يشوفها، لان اهلها اللي عايشة معاهم في البيت بيقولوا عليها وحشة، ابوها وامها واخواتها، حتى جدتها بتقول لها يا سودة. تخيلوا، مش طالعة مني والله العظيم. ومنورانا ومشرفانا دكتور هند البنا، استشاري الصحة النفسية، عشان نقول لمنا تعمل ايه. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا سيدي. اخبارك ايه؟ عاملة ايه؟ انت عاملة ايه؟ تحبي انت سن المراهقة ده قوي قوي قوي، بيرتاحوا لك قوي. السن ده جميل اصلا. عشان سن ولادك صح؟ انا عندي بنتي في سن المراهقة. حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ ايه رأيك في القصة اللي سمعتيها النهاردة؟ والله مشكلة منا زي مشكلة كل البنات والولاد اللي في سنها، اللي هم يبدأوا يشوفوا نفسهم وحشين. هو ده ايه، بيبقى تغير وهرمونات وكده؟ طبعا. انا الفترة دي بيحصل نقلة ما بين ان انا كنت طفل لحد ما بقيت حد تاني، بمشاعر طفل لسه، بافكار متلخبطه، بجسم بيتغير. بالظبط، بجسم بيتغير. انا مش قابل نفسي، انا مش لاقي نفسي هنا. طب لو انا تقبلت نفسي، العيله بقى هي اللي بتعمل كده؟ لا، مصيبه اكبر. ها بصي هو موضوع العيله ده ممكن يكون فيه مبالغه من منا شويه، بس انت عارفه انا اول ما قريت السؤال ده مش عارفه. لا، فيه مبالغه. انت عارفه القصه يا سالي اللي هي كانت بتاعه البطه السوداء؟ عارفه البطه السوداء ديت بدايتها ازاي وبقت ايه في النهايه؟ لا قولي لي، بس انا بحبها دايما، بيتقال لي انت بنت البطه السوداء. لا لا، مش اللي هي دي. قصه البطه السوداء او البطه القبيحه عباره عن ايه؟ بيضه بيضه بجعه اتدحرجت وسط بيض بط. تمام؟ فالبجعه وهي صغيره تبقى طالعه لونها اسود، ما بتبقاش بشكلها الجميل ده. فالبجعه حست بالاضطهاد طول الوقت. البطه الام كلهم صفر. بالظبط، كلهم حلوين، بطه صغير جميل، فحست بالاضطهاد طول الوقت. بقت منبوذه، شايفه نفسها وحشه. وبعدين لما كبرت اتحولت للبجعه الجميله. ده اللي انا عايزه اقوله لكل بنت مراهقه وكل ولد مراهق. ايه بقى اللي انت فيه دلوقتي ده؟ مش هو انت. ما تحكمش على نفسك من المرحله دي، في الحاله دي. ده احنا علينا شويه صور في اعدادي. طبعا مين ما اتغيرش؟ مطلع تاني على تلفزيون بلدنا. مين ما اتغيرش؟ والله لو اقول لك. بالظبط، لسه بتكتملي، لسه بتكبري، ما تثبتيش على نفسك فكره دلوقتي وتقولي ان انا كده. بتلاقي اللي بيتخن واللي بيضرب ونقص شعره عشان كلهم قاصين شعرهم. طبعا فانتي فاهمه المرحله كلها لخبطه. اتهوري وقصيه، ده حبه صور والله لو يطلعوا. انا بقول لك تاني يوم ما حدش يشوفها. لا، كلنا بنشوف صورنا واحنا صغيرين نقول ايه ده، احنا بقينا كنا ازاي وبقينا ازاي. صح. فالفتره دي مش فتره حكم على الشكل خالص، ابدا خالص. وبلاش تصدري لنفسك الفكره دي وتصدقيها وتقولي ان انا فعلا وحشه ومرفوضه. انت كده بتغذي عندك مشاعر الاضطهاد.